قال وزير الخارجية التركي مولود شاوشوغلو إنه بحث الملف السوري مع نظيره الإيراني بشكل موسع، وأكد أهمية استمرار التعاون مع إيران عبر مسار أستانا. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أنقرة جمعه بنظيره الإيراني أن عملية التطبيع بين مؤسسات الاستخبارات التركية والنظام السوري قد بدأت بالفعل، وأن طهران وأنقرة تدعمان وحدة الأراضي السورية. أشار إلى أن الاجتماع المقبل بين تركيا ودمشق يكون على مستوى وزيري الخارجية. بحثنا الملف السوري بشكل موسع وأكدنا دعمنا للحل السياسي والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية. لقد زودنا إيران بتفاصيل الاجتماعات التي أجريناها مع الجانب السوري. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده مسرورة جدا للتقارب بين تركيا وسوريا. نحن مسرورون جدا لرؤية أن العلاقات بين دمشق وأنقرة تتغير. نعتقد أن أي تطور إيجابي بين البلدين سيكون مفيدا لمنطقتنا وبلدنا. وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع ينضم لنا من أنقرة دكتور مراد أصلان الباحث في مركز سيتا للدراسات. أهلا بك دكتور مراد. إذا عبد اللهيان في تركيا بدعوة من تشاوشوغلو، ما الدور الذي تريده أنقرة من طهران تحديدا في هذه المرحلة التي تسعى من خلالها للتقارب مع النظام السوري؟ أولا هذا الاجتماع الذي جرى بين وزير الخارجية البلدين، هناك قضايا كثيرة لمناقشتها، لكن يبدو أن سوريا هي الملف السوري هو كان الأهم. وفي هذه الحالة فإن تركيا استراتيجيتها الأخيرة كانت أن يكون نوع من التقارب لتيسير حل الوصول إلى تسوية كاملة للصراع في تلك الأثناء، الحفاظ على وحدة سلامة أراضي سوريا. أعتقد هذه أقل ما تريده يمكن أن تتفق عليه إيران وتركيا، وأعتقد أنه ليست هناك مشكلة. ولكن أسلوب العمل الجاري هو كيف عساهم أن يحققوا ذلك، وفي تلك الأثناء كيف يدفع نحو قبول نوع من التنازلات. هذه القضية والذي نتوقع من إيران تدفع النظام السوري أيضا. دعنا نشرك في الحوار معنا السيد هادي أفقهي الدبلوماسي السابق في طهران. أهلا وسهلا بك معنا سيد أفقهي. لماذا إيران مسرورة جدا على حد تعبير وزير خارجيتها في أنقرة من هذا التقارب السوري التركي؟ ألا تخشى انحسار دورها في سوريا لصالح روسيا وتركيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كلما تعالج القضايا الخلافية عن طريق الحوار السياسي والمفاوضات والطرق الدبلوماسية والسلمية، هذا يفرح ليس فقط الحكومات بل شعوب المنطقة لكي يتقوا درس تحرق الجميع. وهنا بحمد الله يعني أخذت تؤتي ثمارها المحاولات والنشاط والوساطة الإيرانية بين سوريا وبين تركيا، ورحبت الحكومتين بهذه المسائل الحميدة التي تقوم بها إيران. إيران لا تفكر فقط مصالحها أنه سيكون دورها يعني ينحسر دورها أو لا. عندما يستتب الأمن والاستقرار في المنطقة سيصل في الحقيقة النفع للجميع. ففي هذه المرحلة الآن نحن لا نفكر أنه ماذا بعد المصالحة التركية السورية. أولا بالذات يجب أن تحل هذه المشكلة جنب طبعا قضايا أخرى كما أشار السيد شاوشوغلو، موضوع حربة الفساد، موضوع قضايا القوقاز وقضايا كثيرة البنى التحتية في بلدان القوقاز. فملفات حقيقة مثقلة، وكان الزيارة يعني ناجحة بكل ما تعنيه الكلمة. وستستمر جولات السيد أمير عبد الله لاستكمال منظومة المصالحة بين سوريا وبين تركيا إن شاء الله. نعم، نعود لك دكتور مراد في أنقرة. يعني قلت قبل قليل إن المشاورات مع طهران هي لتسهير وتيسير الوصول إلى تسوية شاملة في سوريا. هل هذا يشير إلى أن أنقرة ربما تواجه عقبات في طريق التواصل والتقارب مع النظام السوري
بعد هذه الرغبة التي أبدتها منذ أشهر؟ إذا كنا وضعنا شروط أولية لبدء عملية ما فإن هذا هراء. حتى الآن فإن الأسد قال أن تركيا لابد أن تخرج من سوريا أولا قبل أن يتم التوصل لأي حل، وهناك حقيقة أخرى، هناك الملايين في الشمال غربي سوريا وفي تركيا لا يحبون الأسد ولا يؤيدونه. نحن إذا عملية تحت مراقبة الأمم المتحدة وبنوع من التسوية والتنازل من كل الأطراف الفاعلة، روسيا وتركيا ونظام أسد والمعارضة المعتدلة، الحكومة المؤقتة، هنا إيران كذلك. فلا بد أن يكون هناك نوع من التوسط لتوصل الحل. فهنا الناس لا يشعرون بالأمان العودة إلى وطنهم، فهذا معناه من الهراء أن نستمر في ذلك. إذا ما الذي تتوقعه تركيا هنا؟ أن تكون صريحة لتسوية الصراع، وكذلك لن تفتح بوابات أو مسارات للتوصل للحل. هذا هو ما نحتاج إليه في الوقت الحالي. سيد أفقهي، يعني سؤال مهم يسأله من يعني يراقب كما تقول الدور الإيراني أو المصلحة الإيرانية في هذا التقارب السوري التركي. لماذا لا تستخدم إيران نفوذها على قيادات قوات حماية الشعب لبسط نفوذ النظام السوري في تلك المناطق الشمالية، وبالتالي يعني طمأنت أنقرة من الهدف أو من السبب الرئيسي الذي يدفعها إلى هذا التقارب مع النظام؟ يعني في الحقيقة هو ليس موضوع استخدام النفوذ بقدر ما هو التفاهم وحل قضايا عالقة سواء على المستوى الأمني وعلى المستوى التقني والميداني. يعني وجود القوات المختلفة على الأرض سواء كانت قوات قطر، قوات أمريكية أو قوات تركية أو الجيش السوري وحلفائه، هذه قضية معقدة ولا يمكن أن يعني تأتي من خلال التراشم الإعلامي وإنما على طاولة مفاوضات، وهذا الذي تشجع عليه إيران، الطرف التركي والطرف السوري. طبعا هناك مصالح لأطراف أخرى لا يمكنهم أن يتوصل البلدان وزعماء البلدان، كما حصل في لقاءات على المستوى الأمني بين الجانب السوري والتركي وعلى المستوى العسكري بين وزراء الدفاع. فهذه العملية الصحيحة أنه ما هي العقد الأساسية وإلى من سيعود نفع حل هذه العقد الأساسية ومن هو المتضرر. هنا نعود إلى جدولة وتقييم الضرر والنفع لكل أطراف المتنازعة وبما فيها الدولتين المركزيتين الذين هم في الحقيقة يجب أن يولوا الأهمية القصوى لتصفية الحسابات، ولكن بهدوء ودون التراشق الإعلامي. هذا هو الأساس الذي تؤكد عليه إيران ونجحت إلى حد كبير. أما القوات على الأرض، إحداها ممكن تدعمها أمريكا، قوات أخرى تدعمها سوريا، قوات أخرى تدعمها تركيا، فهذه قضايا ميدانية. إن اتفقنا على القضايا الأساسية كما حصل في لقاء موسكو بين الطرف التركي والطرف السوري بوساطة موسكو، أو استئناف الحوار على طاولة المفاوضات فيما يتعلق بأسد أو سوتشي، هو هذا الذي سيضمن مصالح وأمن ومطالب الطرفين. ولكن أنه السيد الأسد يحدد شروط والطرف التركي، هذه بداية في الحقيقة التفاوض، ولكن عندما ندخل في التقنيات حل هذه المشكلة شيئا فشيئا. شكرا لك سيد هادي أفقهي، نعتذر عن رداءة الصوت، ولكن يعني حاولنا الاستفادة أكثر ما ممكن من كلامك، وشكر موصول لدكتور مراد أصلان، الباحث في مركز ستة للدراسات، كنت معنا من أنقرة.